صار اسمعيني يا بابا، انت طبعا بنت مؤمنه وموحده بالله، وعارفه ان ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيدينا حاجات بياخدها مننا تاني، وده ممكن يوجعنا، بس دي حكمته وإرادته. وربنا شفى لي ابني وهناخده ونخرج من المستشفى، صح؟ يا بابا ابنك دلوقتي في حتة تانية خالص، حتة أحسن من هنا، حتى ما فيهاش لا خوف ولا تعب ولا حتى مرض. لا 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 لا, لا أنا ابني كويس، أنا متأكدة، الدكاترة قالوا لنا إن هو كويس. عادي عادي يا بابا، يعني لو تعب شوية يدخل الحضانة وأنا هفضل جنبه عادي. يا سحر افهميني، ابنك دلوقتي راح عن حد بيحبه أكتر منك. أنا مش عايزة أسمع الكلام ده، مش عايزة. ادعي له يا بنتي، ادعي له بالرحمة، هو دلوقتي بقى عصفور في الجنة بيستناكي. أنا ابني لسه عايش يا بابا. عايش يا بابا، أنا متأكدة إنه هو عايش. أنا هو فين؟ أنا هروح له بابا. استني بس، استني يا صفا. ابني أنا جاي. فين؟ فين ابني؟ صفا ابني، ابني فين؟ ابني فين؟ وديته ابني فين؟ بابا بابا ابني وديته ابني فين؟ بابا بابا لا، انا ابني كان هنا، ابني كان هنا، وديته فين؟ وديته فين؟ لا انا راضيه والله العظيم، والله انا راضيه راضيه، انا هشوفه من ورا الازاز، بس خلوه بعيد عني، بس ابقى عارفه ان هو عايش، ابقى عارفه ان هو عايش، ابقى عارفه انه بيتنفس. إن قلبه لسه بيدو، قلبه لسه بيدو. يا ريت عيوني تعبت قبل ما أشوف مكانك فاضي يا ابني، يا ريت عيوني تعبت قبل ما أشوف مكانك فاضي. أنا مش قادر غير لما أشوفه، أنا عايز أشوف ابني، هاتولي ابني، هاتولي ابني، هاتولي ابني.